تفضل. السلام عليكم. دموزيل انا بلشت ازهق، انتبهي. نعم. ما تخليني ازهق اكثر، زهقي مش حلو. معلش يا فندم. حطيها براسك وقولي للدكتورة. معلش يا فندم، اسفين على التأخير. شو بزهق؟ ليش بتفوتوا ما بتقولوا لنا هاي؟ شايفينه؟ جوزك هيدا؟ هاي مسيو. هاي. كيفك؟ الحمد لله. ما بتحكي؟ في ايه بالظبط؟ ما فايتين، في عالم قاعدين هاي بتفوتوا هيك، قولوا هاي مرحبا. قول السلام عليكم. يلا شي. سوري؟ احنا في عيادة. ايه بتفوتوا عالم على الناس بيقولوا هاي. طب هم الراجل دخل قال السلام عليكم. هي يمكن ما بتخليه يحكي. انت بتقربيه؟ بتعرفوا بعض او التقيتوا على البيت؟ ايه علاقتك بالموضوع؟ عم بسأل عادي، رد. ما بتعرف تحكي؟ لا انت كده بتعدي خصوصيات. هلا هي كمان انه قاعده ما في تشوفك انت عم تحكي، يعني فيك ترجعي شوي تقربي شوي؟ او ممنوع يحكي مع حدا؟ عملتي له هيك مثل يدو ممنوع يحكي؟ ما انت كمان ما بتعرف تحكي؟ لا هي بتعرف تتكلم بس. ليه ساكتة؟ ما بتخليها؟ شو مشكلتكم؟ انت ممكن رقم تليفون تاني؟ زيرو. ما فيش مكان تاني ما فيش. 23 3 2 1. طيب. طلعتي بتعرفي تحكي؟ فكرتك ما بتعرفي تحكي. شيء ما بقصد فيه. لا غريب، الناس اللي بيجوا لهون عندهم مشكلة، يعني أنا بشوف مصريات برا غير اللي بيجوا لهون. إنه بيفهموا المصريات وذوق وكل شيء. ما بعرف بيجوا على الكلينيك شو فيهم. والله هم كلهم بيفهموا. لا أنا بعرف المصريات بيفهموا، بس لما بيجوا لهون عندهم حرام شيء. لا في شيء ابنورمال يعني. ما معقول حدا بفوت ما بيقول بونجور. شو بدك تعملي؟ لايبوساكشن؟ شفت؟ بلا هيك شكلك. ما بيخليكي تحكي؟ انه عيب هو يحكي ما يرد علي. مفروض انه رجال ما بيحكي يرد علي. بس الله يخليك الحال. انا بحالي، وين شايفني؟ انت متطفلة. شو يعني مفطفطفطلة؟ متطفلة. شو يعني الكلمة مفطفطلة؟ متطفلة يعني داخلي في اللي مالكيش فيه. شو يعني ماكلي انا مالكيش شو؟ بس انه فتو مالتو بونجور عيب، يعني شو وين فايتين؟ عبيتكم؟ لو سمحتي يا فندم ممكن بس انا ما نعرف احكي، شو بدي اخذها؟ تفضل. معلش تفضل. ايه احسن مرحبا. اهلا ازيك؟ تفضل تفضل ارتاح. عامل ايه؟ الحمد لله كويس؟ الحمد لله. مبدئيا انا مش دكتوره، ودي مش عياده، وده برنامج والله العظيم. في هنا كاميرات. انت بتشتغل ايه؟ محاسب. محاسب. انا اسمي ريم، وانا بعمل مقلب دلوقتي في مراتك من خلالك. اكيد طبعا ده هيسعدك، مش حاجه هتضايقك. ماشي ماشي. انتوا متجوزين بقالكوا قد ايه؟ سنه. انت احمد؟ سيبني انا احكي وانت ماشي ماشي معايا، بس زقها. يلا جو. اطلع. يس. رنا يا دي بمصر كلها بترجوني تاجي، بعتوا لي انفيتاسيون صار 3 4 مرات لقبلت اجي. لا وفيني بكره الصبح ما عندي وقت ضيع. عرفت كيف؟ شو انا شباب انا مثل مثلا او انا مثل اكيد لا. اتفضلي اتفضلي يا انس عميد. يا اه اتفضلي. لحظه انا جاي. ايوه هي بعد دي اول مش فاهم اللي هي ما هي بتقولي ايه؟ لو خرجنا بره لو خرجنا بره ايه؟ طلقني عشان يعني ايه ده طلقني عشانها؟ لا والله.